بمناسبه شهر رمضان المعظم سطر امام مسجد قريه بورج سيباو ببلديه سيدي نعمان برنامجا خاصا لفائده الاطفال لتعليمهم القران الكريم والاحاديث النبويه. في شهر رمضان يعني ما شاء الله نعمه كبيره مع الاولاد الصغار مع قراءه القران الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. في هذا الشهر الكريم مع قراءة القرآن الكريم أيضا حديث نبوية، يعني يجوا يقرأوا بعد صلاة العصر، يعني كل يوم نعطي لهم حديث. وكما ترون يعني أطفال صغار منا لازم الإنسان يعطي له قدر الاستطاعة تاع الحفظ دياله. مبادرة استحسنها سكان القرية الذين لم يتهاونوا في بعث أولادهم لتعلم كلام الله. جل الإمام هذا يعني خضر مبادرة يعني وحده، وراه عنده حوالي شهرين ولا ثلاث شهور هكذا، راه يعلم لهم القرآن، ويعني ربي يجازيه وربي يوفقه. وثاني حنا رانا نعاونوه باش اللي نطيقوا هكذا، رانا نحفزوا في المواطنين باش يبعثوا ولادهم باش يقراوا القرآن. إذا ككل يوم بعد صلاة العصر يجتمع أطفال القرية لتعلم القرآن الكريم وتجويده بأصواتهم العذبة.